السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مواقع الذكاء الصناعي، لكن هي مناسبة للأطفال وللشباب الصغير. طيب موقع مثلا زي دوت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ارسم اي حاجة كلير مثلا، وتكتب انت عايز ايه هنا، هو يبدأ يرسمه لك. مثلا انا هرسم شجرة اهيت، اهي تمام، واقول له هنا a photo of tree، واقول له حولها لي للوحه فنيه. تمام، شايف الشخبطه ديت؟ اي الشخبطه اهي، هيبدا ان هو يرسمها لي في شكل ممتاز. اهو ما شاء الله، صوره جميله جدا، انا عجباني. تمام، تخيل من ده لده. طيب اوتو درو، اوتو درو يعني ايه؟ بترسم اي حاجه وهو يحولها لشكل فني. يعني مثلا ايه، بص انا رسمت مثلا حاجه بالشكل دوت، هو يبدا يجيب لك اقتراحات، انت بتفكر ترسم ايه، كل الحاجات دي. ممكن اقول له هي دي الرسمه اللي انا بفكر فيها، مش عارف ارسم، مثلا انا رسمت حاجه اهي. تمام، هو بيبدا يقترح عليا الرسومات. تمام، دي بس تنفع تبقى بتاع الكهرباء اهي. تمام، في ادوات كتيره جدا عشان ترسم تكتب تلون ترسم اشكال وهكذا. فدول اول موقعين. طيب شات جي بي تي ده موقع بقى عامل زي شات جي بي تي، بس الأطفال بخلفية كويسة والردود مناسبة إنها تناسب الأطفال. تمام، تقدر تسأل معرفش الكائن ده إيه، يا ريت لو حد يعرف يقول لنا، وهو يبدأ يجاوب عليك إجابة مناسبة لسن الطفل وخلفية جميلة جدا. فهو أول حاجة بيسألني بيقول لي أنت عايز كام سنة، من كام سنة الإجابة المناسبة؟ من 3 ل 6 سنين. تمام، بيقول انت سمعت منين؟ سمعتها مش عارف. اوكي فتخيل شات جي بي تي مخصص للاطفال، حاجه جميله جدا. بيقول لك ان هو بيفهم لغه الفلبين، تاجولك دي لغه بتاعت الفلبين. كومستاكا بيقول انت عايز انهي لغه؟ كل اللغات دي موجوده، ممكن توطي الصوت. Hi, I'm Chloe. Let's make learning fun. Did you know that some plants can eat insects? They're called carnivorous plants. My name is Chloe. Nice to meet you. تمام، ده الموقع التالت. هنا بقى موقع بيخليك تعمل قصة، دي كرتون انا مشفتوش، بس انا فاكر ان انا شفت الشخصية دي قبل كده. بتختار بقى الشخصية وتبدأ تديله الكلام، وهو يبدأ يكتب لك الحوار ويبدأ يساعدك في ان انت تعمل القصة ديت. فمن خلال الذكاء الصناعي تبدأ تكتب بقى انت عايز تكتب قصة مثلا عن الهروب من المدرسة، اي حاجة انت عايزها، هو يبدأ يألف لك قصة. ريك اند مورتيفي. طيب بعد كده دوت اي اي ارت فور كيدز، قول له انت بتفكر في ايه، فهو يبدا يرسم لك الشكل اللي انت بتفكر فيه. تمام، زي ميد جورني كده، بس حاجه مناسبه لسن الاطفال. وبعد ما بترسم بقى الحاجه يبدا يقول لك ممكن تطبعها لك على تيشيرت، ممكن تعملها كذا، يقول لك الستايل اللي انت عايزه، انا عايز عربيه بالستايل دوت. فيبدأ يعمل لك عربية بأي ستايل انت عايزه. وممكن تطبع الصورة اللي انت الطفل رسمها على التيشيرت، اي رسم لك عربية اهي واختار اللون الاحمر. ده هنا بقى يعلمك الذكاء الاصطناعي. تمام، كل شوية يديه حاجات مناسبة ان الطفل يفهم ايه هو الذكاء الصناعي، وان هو مثلا يقدر يعمل انمي كاركتر وهكذا. هو مرتب لك دي من سن كام لسن كام، حاجات مناسبه للاطفال عندها 4 سنين. تمام، فبتبقى حاجات متميزه. انا اشوف حاجه مناسبه ليا من 3 سنين ولا حاجه. تمام، فيا ريت لو في موقع عجبكم اكتبوا لنا في التعليقات، لو في
موقع شايف ان هو تنصحنا بيه يا ريت تقول لنا عليه، وما تنسوش شير واللايك.